مساكم الله بالخير. اليوم احنا شوفونا بالهواء الطلق، وين فيه؟ في الجهرة. الجهرة وين فيه؟ وين اخترنا المكان او اختاروا لنا اهل الجهرة؟ في القصر الحمر اللي هو نيشان الجهرة. هذا القصر اللي الناس شافته وناس شافته، بس بالصور احنا موجودين الان فيه وقاعدين نطبخ طباخ اهل الجهرة. بنسوي مرقة على لحم الحاشي، وبنسوي السنام اللي هو مال الحوار الحاشي، بنطبخها لكم على طريقتهم، وبنسوي الله يسلم عمركم هم مفطح بعد خروف، لان اليوم ضيوفنا وايد. احنا مستضيفين يوم ديوان الفرج، عسى عمرهم طويل، وهم نقصه اليوم لهم. فالحين انا ببتدي قبل لا يجون، وعقب بسولف وياهم عن الجهره وعن سوالف الجهره وش اللي صار. مكوناتنا اليوم عندنا سنام البعير، هذا السنام. طبعا الطباخ البداوي الاولي كان بس ملح وكركم، الحين حنا لا، نحط له بهارات، لان هالجهره ماخذين مال الحضر ومال البدو ومال البحر، كله يميع ملتم. فهذه طريقه طباخهم لهم. عطنا البهار، هذا البهار هيل ودارسين وكركم وبزار، وطبعا نفركها لازم بالملح. وين الملح اسامه؟ اول فركه بالملح، ملحه عدل كله 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 كله، بطنه وقفه. على اسامه اخوي ما يملح الـ 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 الحاشي، انا بنزل اللحم يبقى هاي المفطح في الماء عشان نشيل رغوته. بسم الله. يا الله، بسم الله. يقلب له قلبتين، وعقبتين الله يطول لي عمركم نحط البهار فوقه. هذا الراس ويا بعض. وين الكبدة؟ إذا عندك لي كبدة، وكبدته وقلبه وياه. ننطره بس يقلب. ليه قلب الماي حطينا البزار. الحين عندنا الجدر اللي بنحط فيه الحاشي. وسام أخوي قاعد يبهره. وين ال إيه بزار الجدر كاه. ابي البيز اليوم بنسوي هذا. شوف جدر الحاشي بروحه والمفطح بروحه، حطينا فيه الماي وحطينا فيه البهارات المشكله، دارسين والهيل مسمار ورق الغار، البهار كله مشكل في قاعته. واعطيناه شويه بصل، هذا عشان يفخر فيه. واحنا قلنا لكم اليوم طباخنا مو بداوي، اليوم طباخنا بدو وحضر يميع. هم شوية طماط بعد، يعني حتى ماء الماي هذا نقدر نشبس عليه، بس إذا ما عندنا وقت بنشبس على ماي الحاشي، ماي الذبيحة. وين المشخل يبا؟ قهوة يمي يمي. فركة برا وداخل كله بالبهار. بسم الله. لا إله إلا الله. خوش عدل، قياس الماي عدل أبو سليمان، ما قصرت. اهم شيء الكركم، وهني الحواشي ان شاء الله. ها؟ بطنه حلو صح؟ لا عجيب بس. وياي بسم الله. مبهر مبهره مني خالص. ها عشان اوريكم انا ايش سويت يبقى قلت فيها بالسكين كذي. بس عشان يتخلله البهار. لا انا بس هذه بوريهم انا قضيتها مساء. الكركم الكركم صماقه، هو اساسا طباخه كركم وملح، بس اليوم احنا مبهرينه لان نبي هالحشوف صغير، احنا ما اخذنا عود صغير مول حتى ما كمل ثلاث شهور. يلا وياي نزله يبا، نزله ترفعها عقب يبا. هذا الحاشي حطيناه كهواني، الحين بس بحط فوقه قصدير واسكر وجه الجدر.
يبي له ما بين 3 إلى 4 ساعات لما يتهدى يستوي على البخار، ينضى مره واحده وتالي نسوي العيش تحته. طبخ اللحم، شلنا عنا الرغوة، شلنا عنا الزباد على قولتهم، ويجدوا على طول منزل البصل وننزل البهارات، دارسين وهيل ومسمار ورق الغار، كل بهاراتنا الكركم هذا بس ما يبي تحب نحركة شوية وننساه الذبيحة ساعتين تهدر على نار متوسطة. أنا عاد في طباخي أحط طماط، مو كل العرب يحطون طماط، أنا أحب طعم الطماطة فيه. هذا عقب نشبس عليه وناخذ من العيش ماله حق الحاشي والباقي العيش، اللي ما ياكل الحاشي فيه ذبيحة موجودة عشان الكل يرضى. ألزم علينا هاللي هرى اليوم، احنا أول مرة نسير عليهم، إن شاء الله يطلع طبختنا عدلة. دقيقة بس عشان نحمل الجدر ونسوي المرقة، مرقة الجهراوية اللي مثل ما قلت لكم على لحم الحاشي وفيها بطاط والقرع لأن المزارع يمهم، واللي أهم شيء اللي يفرق عن مرقتنا فيها الحلبة. في الحمسة لازم نحط الحلبة وشوية كزبر مع شوية ثوم ولومي أسود. الحين بنبتدي فيها شوي وأرد لكم. أنا الحين بحمس المرقة، مرقة الحاشي، فحطينا البصل والدهن. شو نحط عقب يا مد الله؟ حيا هلا 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 والله، ساعة مباركة. الله يسلمك، هذه والله ما نورت الجهرة اليوم. الله يطول عمرك يا هلا، يا مال العافية. هلا 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 عمي، هلا هلا، حياك الله، طول عمرك اخوي مد الله. يا هلا وسهلا، عدل من اعضاء فرقة القصر، يا مرحبا، يا هلا وسهلا بالجميع. الله، وهو اليوم بيعلمنا المرقتهم بالضبط. حطينا الحين البصل والدهن. نعم تبارك الله، خلي شوي يشوقر. نعم. يشوقر بصلة شوقر. سلمك الله عقب، احنا اهم شيء عندنا هني حق المرقة عطيت الله، هذه السر الذهبي. شنو هذه؟ هذه طال عمرك الحلبة. الحلبة كاهي منك في شدتها. كاهي الحلبة هني من المزارع، ترى جاي من قريبة، يعني مزارع هني قريبة. نعم. هذا اللي تنكى المرقة. عندنا الحلبة. أيه؟ عندنا طال عمرك كل بزارنا هالمتعارف عليه، لكن حق مع القرية نحطها شوي. نعم، والبطاطا والطماطة والمعجون واللون. أيه؟ وسلامتك وتعيش. وبهاراتنا المعتادة. اي نعم، بس الحين نحب نحمس ننزل الحمى وننزل الخضرة. لازم الخضرة مع الحمى على اساس تحمس وتنكه بالجدر. بننزل الحين نص الكبة، حمس عدل وتحكك بالجدر مثل ما يقولون. عدل عدل. نعم، يا مال العافية. الله يسلمك. هذه كفو الحلبة. حلبة بالضبط، بس فيها شوي الهواء. الهواء شوي بيداور الهواء الظاهر. اي اي، فرحان الهواء فيكم شوية. الله يسلمك، مو ساكن الهواء كل ساعة هو يدور. هذا يقول يا مال العافية، طبع مراشب كيف ابن ادم. هذا يقولون في العالم. لا يا مرحبا، الله يسلمك. الحين انزل الحمى عليه. الحين الحمى طال عمرك، وانا اساعدك، انا اساعدك، انا اللي ترى بالمشخال. ابشر ابشر ابشر. بسم الله بسم الله، اللهم صل على محمد. لا اله الا الله. بسم الله بسم الله. حمل هدومك. لا لا، ما عليه ما عليه، طال عمرك احنا اليوم ابد. بسم الله بسم الله. لا اله الا الله، يا ما شاء الله، اللهم صل على محمد. هذا السر مثل ما يقول الباتع، حلبة عطيت الله، حماس لين ابد تحكك، تاخذ حاصله عدل، سكر شغل عدل. حنعطيها بهارها بس. وين بهار؟ وراك. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، البهار يبى اشوفه. يا نعمه الله، الفلفل الاسود والكمون والكزبره والدارسين حبيبه. ألو. وشويه كركم ودومي الاسود. ما هذا هو. بسم الله، اجعل ديك محرم عن النار. سلم من يسمع. سلم عمرك.
السنة هالمرة هيضتوه على القصر. جماعة القصر اللي في السديرات هيضتوهم. تلوم بعدين ولا الحين؟ بعد شوية. بعد شوية. خلص. بعد شوية. خلنا نخليها تاخذ راحتها. ربع ساعة شوية بس. نحتومتها. خلها تاخذ راحتها تهدى. يا مرحبا. شوفوا شوفوا يا جماعة هذه ذبيحتنا كهية. ما شاء الله اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. اليوم عندنا على الراحة الوقت. براح ما. راحة وقت بدينا إن شاء الله. نعم. الوقت بدينا. يلا خوش. كفو. الحين مد الله يمي. نعم. عدل واحنا بالجهرة. نعم. انزين مد الله يسولف لي سوالف ان اهل جهرة هم هالبر وهم هالبحر. ثلاث بيات. الثلاث بيات. ثلاث البيات. اي نعم. نعم. والبارحة احنا بها السالفة. وقال لي سالفة. نعم. حلوة على التكافل الاجتماعي. صحيح. ان شلون الناس تساعد الناس بعضها بعض، وهذه الحين شبه منقرضة صارت السالفة. إن شاء الله تعود. إيه نعم إن شاء الله تعود ترد. بإذن الله. فواحدة من السوالف شو مد الله اللي قلت لي ما تنخلى. سلمك الله، هذا عندنا أهل المزارع. إيه نعم. أنتم الجماعة السادة المشاهدين. نعم. خصوصا يعني العوائل سبحان الله طبقات، في منهم الضعوف. أيه. عليت، في منهم الضعوف، في منهم متوسطي الحال، في منهم ميسورين الحال. أيه. فبالنسبة للميسورين الحال اللي عندهم مزارع وعندهم نخل تبارك الله واجد. أيه. فيشوفون الضعوف اللي بالمنطقه على اساس بيساعدونهم بس بطريقه غير طريقه حلوه وحلوه. ما يقول له هاك، ما يقول له هاك ولا يقول له تعال يا فلان. ايه؟ لك هنخله هذه. ايه؟ لك هنخله هذه ثمرها لك. ثمرها لك ونفس انت تباريها. ايه؟ انت تراعيها ثمرها لك والعيال اللي تطرحها لك. اللي تطرحها بعد اكو احسن من كذي يعني واحد يحصل له هذه النخله والنخله والنخله مبروكه بعد ام الخير السعافين والخير والخير والرطب والتمر وتالي حتى الكرب يشبون به والسعاف يسوون من المداد والحصران والدنيا والعفسه دي كلها. فاقول لكم النخله ينوخذ كله منها كل شيء وهذا اللي عطاه جزاه الله خير وعطاء عطية ما من وراها جزية. إيه صح نعم صح. إيه نعم. وخلاه يوسع صدره وربعه وهله عشان ويقول نعم بالضبط بالضبط كذلك. إيه؟ عفوا المقاطعة ابو داود نفس الشيء بالنسبة للحلال. إيه نعم. اللي عندهم حلال وعندهم ما شاء الله غنم واجد وكذا. إيه نعم. نفس الحال بالنسبة للي عنده معزة وعنده شات نفس العملية يعطي منيحة احنا يسمونها منيحة. منيحة هذه. نعم. لك يا فلان انت يا ضعيف. ايه؟ هذه لك انت وعيالك منيحة. خذ من حليبها خذ من حليبها وخذ ابد الشخص. نعم. موجود الشخص. ايه؟ موجود. كذلك عندنا برضو اول لما يطحنون الحب الحب. نعم. الرحي الرحي احنا عندنا في البيت السالفة ما ترحي. نعم. يعني شوف يحطون للراحة هي الزكاة. الزكاة هذه المقتدرين المقتدرين. ايه نعم. في عندنا كان عندنا بيت السادة أول حنا بيت الفرج قالهم بيت السادة أول. نعم. فبيت سيد خلف رحمة الله عليه. نعم. كانوا موجود عندهم ثلاث رحي هذه حاطينهم سبيل. نعم. فيجون حريم الجهرة كل معها صريرها جايبة حبها وياها عشان تطحن عشان تطحنها بالرحات. ما كلن عنده رحات. اي نعم. فتجمعون الا المقتدرين. المقتدرين عندهم تجمعوا كل معها صريرها طحنت الميسور. كان وقت غدا تغدوا كان وقت عشاء تعشوا واستانسوا وخذوا الحين وكذا توكل على الله على سبيلك. هذا التكافل الاجتماعي. هذه سوالف اللي هرى نرد. نعم. لكم بعد يا هلا وسهلا. طلعنا اللحم يا جماعه من الماء الحار ما شاء الله. شوف ذبيحتنا تهتت نبعدها شوف شلون ذايبه موليه. وطيبناها بالهيل والزعفران والدارسين والحين بس بنكتل عيش هني بنردها فوقه وعندنا تالي بنسوي الحشو عندكم وننطر الحاشو لين يستوي. المرقه مرقناها حطينا القرع حطينا البطاط حطينا الثوم حطينا اللوم الاسود باجي بس لعلوب الفلفل مد الله ما حطينا لعلوبه اخر شيء. هذا كذي خالصين ونرد لكم بعد شوي. حبايبنا
شرب عروقه اللحم، شفتوا شلون شرب عروقه؟ حطينا عليه المعجون، حطينا عليه الطماط، وقطينا فوق البطاط. ننطر بس الجدر يحمى بعد شوي زود، ونساقيه بالماء وننزل القرع. ونشوف برقتنا على ريحة الحلبة والكزبر، والحين بننزل فيها القرعة. يلا يلا يلا، مرة واحدة مرة واحدة. جزاكم الله خير، شكرا. والله كنا ما يقعس. عطنا ضو بس حقك شوي. شكرا. راحت ريحه اللوم الاسود والحلبه تجانست ما شاء الله. المكونات كلها صدر معلم بناكله صدرة العشاق. يلا وين اللي شتمه اللي هي الناعم؟ اي والله هذه منى. الله يسلمك. هذا السر. السر بهالمروق. هذا الحين حشونه. ابشر. بسم الله. كتر واحد. يلا. نمولك. Thank you.
هذا خلص يبقى الحين، والمرقه خالصه، باقي الحاشيه ننتظر شويه ونفتح عليه ان شاء الله. كفو. جهز غدانا والشباب ياعوا، خذ الله ليهينك هناك. انا اشيل بس اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت في اللحم ابو احمد ما شاء الله. ما شاء الله، اللهم صل على محمد. لا اله الا الله. استغفر الله. خوش حشو صار اليوم. ما شاء الله تبارك الله. على فال الجماعه. كفو. الله يسلم عمركم. طيب نيتك، طيب اصلك. يسلمك. صل على النبي. ما شاء الله لا اله الا الله. بس والكبده انا ما نبي هذا حق المعونة يعني. حشوه؟ اي حشوه. ايوه
ترى مغطينا بس عن الذبه مرز الفته مره ثانيه. اي ما يخالف ما يوهل عاد هني عشان ياخذون له بس بسم الله. بس شويه من الوسط. اي من الوسط. بارك الله. بعد واحده. جاهز. بيشيلون عشية ولا كذا نشيله؟ الحين يا يبا خلصنا نشابنا بس ننظر نمد الصمتات ونتوكل على الله نتغدى. يما العافية. حبايبنا هذه رقصتكم اللي هرى وصلت بعد. روحوا سامحوني على القصور وتشرفنا اليوم فرقة القصر. بيض الله وجهكم والفري كلهم واهل الجهرة الحاضرين والغايبين الله يحفظكم. سمعوا على الكرامة. يلا تفضل. شكرا ابو داوود. الله يطول لي عمرك حبيب قلبي.